لكم مشاهدينا من جديد في إحدى حلقات صوت المغني، وهي بمثابة رحلة في حياة أحد الفنانين والقامات الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرة الأغنية السودانية. فنانا لهذا المساء لا غرابة في برنامجه اليومي، فهو يصحو صباحا ويتجه إلى سوق عطبرة على صهوة دراجته ليتجه إلى دكان صديقه العزيز أحمد القوصي، يجد أنهم قد أخرجوا له كرسيه المعهود أمام الدكان، فيقضي معظم يومه هناك ويعود مساء إلى داره. أما الغريب فإن كرسي العطبراوي هذا يخرج كل صباح ولا يجلس عليه غير العطبراوي، حتى وإن كان عطبراوي مسافر فإن الكرسي يخرج أمام الدكان ولا يجلس عليه أحد. نتمنى بحسنه ابدا دونه لا يردنا حسنه، حيث كنا حدت بنا ذكر ملؤها الشوق كلنا نتملى جماله لنرى هل لتصفيه. الوالد عليه رحمه الله طبعا مثله ومثل اي اب، وطبعا الوالد عليه رحمة الله كان بتربطنا به علاقة حميمة جدا، يعني علاقة يعني علاقة علاقة الصداقة، يعني تعتبر علاقة بتاع الصداقة. والوالد عليه رحمة الله كان يعني حنين وكان عطوف، والوالد يعني عليه رحمة الله كان يعني على الرغم من انه كان يعني معروف عنه انه كافح وناضل ضد المستعمر، في الجانب الاخر هو كان والد يعني عليه رحمة الله حنين جدا وعطوف جدا، يعني كان كالسيف في حدته وكالنسمة في رقتها. يعني بلدنا حبابة حبابة النيل حبابة الغابة، مرحبتي بلدنا حبابة حبابة النيل حبابة الغابة، يا هديارنا نحن حبابة نهو عديلة ومرضى زعابة.
خيرا وفير شبابا. نحنا بلدنا نضحك بابا خيرا وفير شبابا. حزمنا جدا صلابة ما تكون تاني غلابة. حسين بلدنا حبابة حبابة لي حبابة الغابة. إن
منه الفنان حسن خليفة العطبراوي، الفنان والقامة والهامة والرمز الوطني المولود بمدينة عطبرة عام 1919، قد بدأ الغناء بأغنية الشادن المحجور في العام 1942. حسن خليفة العطبراوي وهو أحد رموز الفن السوداني، وهو أحد رموز الحركة الوطنية الفنية، ومؤكد أنه يعني قد قدم بالنسبة للفن السوداني تجربة رائعة جدا، فيها عدد كبير جدا جدا من العناصر الفنية المتنوعة. يعني تحدث أولا عن شخصيته كشخصية قومية بين الفنانين، يعني فنان كبير له موقع في وجدان الفنانين، ودي من أهم النقاط التي أسهمت إسهام مباشر في تشكيل وجدانه، أنه عاصر الفنانين الكبار حسن عطية وأحمد المصطفى وعثمان حسين، وهؤلاء هم رواد الغناء الوطني. يعني لما نذكر الشفيع ونذكر عثمان حسين، محمد وردي، إبراهيم عوض، أحمد المصطفى، ديل طبعا خدتوا لنا تجربة مهمة جدا جدا في تاريخ الغناء الوطني من خلال اختيار الكلمة الصادقة الهادفة، لأنه الناس دي عاصروا الفترة بتاعت مناهضة الاستعمار وما اكتوى به الشعب السوداني وما عاشوه من مرارات، لذلك جاءت تجربتهم تجربة صادقة. يعني نحن جد افتقدناه كثيرا، يعني ويعني انت ما بتتخيل علاقتنا به الا لما تجي تلقانا احنا قاعدين حوله وهو بيحكي لنا او نحن بنحكي له. يعني علاقه جد كانت علاقه حميمه جدا. وحتى انا طبعا انا قاعد هنا في الخرطوم وهو رحمه الله كان قاعد في عطبره في بيت الاسره الكبير. يعني انا هنا لما احس اني متضايق جدا ومحتاج ل يعني شحنه من العطف ومن الحنان، طوالي بركب القطر، طبعا زمان كان قطر او بس، وبمشي لعطبره، وحتى طوالي بمشي اقعد له تحت رجلينه، حتى كان بيقول عنده عباره دائما بيرددها لي: اللهم ان نجح اعماله وحقق اماله. والواحد بيجي راجع بشحنه، يعني انه شحنه كبيره جدا، يعني زي ما بيقولوا بيعجب بيها هنا، وكل ما يعني يحتاج بيركب يمشي عبره. دي يعني انك توري انه الوالد يعني كان والد مميز، يعني من دون الاباء. الوالد عليه رحمة الله برضو كان عنده علاقات طيبة مع الاهل ومع الجيران، وحتى انه كنا في الحي القديمة اللي هو اتولد فيه والوالد وتولدنا فيه ونحن، كان علاقاته مميزة، وانتقلنا للحي الجديد برضو نفس النمط ونفس الاحساس ونفس الشعور. يعني هو ما تغير، هو بنفس حاجاته وبنفس خصائصه وبنفس صفاته، برضو عنده علاقات بالأهل والأصدقاء والجيران في الحي الجديد. وكان يعني بالنسبة للأهل كان بيسأل عنهم، بيسأل عن أحوالهم، بيساعدهم. أقول أنساك كيف أنساك وسلم حقنا الغرفة، وخدت النوم علي قلبي عشان هي القلوب حبة، القلوب حبة. عشان عينيك حبيتها قلت أضف عمري ده، أسافر بوراها سنين وأسأل عن مواعيدها، أسافر بوراها سنين
ولا تخيلت عمر الريد وراك ايامه معدودة معدودة. أقول أنساك وكيف أنساك وأسلم قلبي للآهل وعارف يا حبيب ذكراك محل ما أمشي بلقاها وعارف يا حبيب ذكراك محل ما أمشي بلقاها تعاتبني كري بديناها تعاتبني تذكرني شاورت بديناها أعيش أتمنى طول عمري وأقول يا ريت مشيناها مشيناها يا جناح أروح لدنيا غير دنيا وفتش لظلام صباح أقول أنساك وكيف أنساك وتبقى لدني يا جناح أروح لدنيا غير دنيا وفتش لظلام صباح ألاقى عيون تنسي هموم ألاقي دموم تداوي جراح ألاقى عيون تنسي هموم ألاقي دموم تداوي جراح ويمكن يا حبيب أنساك ويمكن إن هواك ارتاح هواك ارتاح أقول أنساك وكيف أنساك وأسلم أمري للغربة أقول أنساك وكيف أنساك وأسلم أمري للغربة وخد اللوم على قلبي عشان يطلب حبة يطلب حبة أبناء عطبرة أبنائي وكل رجالها إخوانه للدرجة التي يصعب معها أن تعلم من يموت إليه بصلة الرحم فيهم لدرجة أن أبنائه يقولون أنهم لا يجدون فرصة لخدمته فما أن يطلب شيئا إلا وتجد أكثر من فرد هب لتلبية الأمر. كان الصباح بيركب العجلة في نفس المواعيد وبيمشي السوق طوالي بيمشي لصاحبه عمنا أحمد القوصي وطوالي عنده كرسي مميز ده بيطلعوا له وبيقعد بيجلس عليه يعني حتى الكرسي ده لما الوالد يقوم يجي الخرطوم هنا في اسبوع او اسبوعين الكرسي ده بيطلع في نفس المواعيد
وبدخلوا في نفس المواعيد، والكرسي اللي ما في زول بيقعد فيه غير الوالد عليه رحمة الله. يعني أصبح كرسي مرتبط باسم الوالد عليه رحمة الله حسن خليفة العباراوي. وطبعا هو برضو كان زي ما قلت لك مرتبط بالسوق. السوق طبعا كان يعني مليان بالخضرجية، الجزارين، حتى حاجات التسالي، العرب اللي بيصلحوا الأحذية. يعني كان كل أنواع الطيف أو كل الناس الموجودين في السوق بكل يعني أشغالهم هو مرتبط بهم بعلاقة خاصة. يعني الوارد عليه رحمة الله لما يخش السوق زي الملك، يعني كل زول بيغ عليه التحية وهو بيسلم عليهم برد التحية. دي الحاجة اللي خلت انه الوالد زي يقعد في عبرة، وانه رغم الاغراءات اللي قدمت له من عشان هو يقعد في الخرطوم رفض، لانه حتى نحن لما نقعد معه اقول له يا ابوي انت مشيت الخرطوم ليه؟ نحن طبعا ممكن ماديين بنفتش المحن المادية اكتر من الوالد. بيقول لي يا ولدي الخرطوم فيها شنو؟ بقول له الخرطوم فيها القروش وفيها الشهرة وفيها السكن الكويس وفيها بيقول لي يا ولدي أنا هنا ملك، أنا هنا ملك، أنا ساكن في قصر، في قصر، وأنا هنا العز والدين بلقاه هناك ما بلقاه. يعني أنا اسمي ارتبط بعبرة وما بقدر أخلي عبرة. وكان دايما بيقول إذا الأسماك يعني قدرت تعيش برا الماء، أنا الحسن خليفة العبراوي ممكن أعيش غير عبرة. حسن خليفة العبراوي معنا في هذا المساء في صوت المغني. حنواصل حديثنا عن هذه القامة الفنية بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا خليكم معنا. العبراوي سودانيا بسيطا من عامة الناس، لكنه كان يتميز بحسه المرهف وقدرته على الإبداع والتعبير عن مشاغل ومشاعر الناس. فقد عمل في بداية حياته في مهنة التمريض، ثم مصنع الزراير بعبرة، ثم سافر إلى مصر في عام 1938 للميلاد، وعاد في عام 1940 ليمتهن مهنة الجزارة، وهي المهنة التي طالما اعتز بها. كان واقعيا بالحياة وواقعيا بالفن، لذا أنتج أغنيات وطنية استطاعت أن تعبر عن وجدان شعب كامل باختلاف ثقافاته وسحناته ولهجاته.
الليل تلقاك درس الليل تقول لي أنصى ما بينا في غيرك ماشي في دربي في غيرك ماشي في دربي تعال باكر هنينا أخر العشرة والإخلاص أخر العشرة والإخلاص ما كان فصافني خلاص ارتحت من حبك حبك فات يا حبيبي في الآخر ترسل لي في دربي في غيرك ماشي في دربي تعال باكر هالليل والإخلاص أخر العشرة والإخلاص لما ما كان فيني خلاص ارتحت حبك حبك بسيرتك تاني ما برجع بسيرتك تاني ما برجع بذكرك ما بقول ليها باكر يا مال قيون باكر يا مال قيون وأمال تاني فيها باكر يا حبك حبك فاتح نسيتك تاني ما برجع نسيتك تاني ما برجع لذكرك ما بقول باكر يا مال قيون باكر يا مال قيون وأمان تالي فيها باكر يا مال قيون باكر يا مال قيون وأمان تالي فيها صافيني خلاص ارتحت من حبك حبك فات يا
العطبراوي لأنه الفنانين الكبار جدا، الفنانين الوطنيين، الفنانين الذين أسر الساحة عامة بأغنيات جميلة جدا جدا. كل الأغنيات بتاعته هسه تتغنى بغناء شباب عمر 17 18 سنة و 20 سنة وكده. فهذا ليه على نزول ده الفنان باقي. صابر معاك صبر طويل كامل علي كامل علي صابر معاك صبر طويل
عليهم الزول قريب مننا حياته الفنية شكل ثنائية غنائية مع الفنان عبد العزيز محمد داود، لكن استقرار أبو داود في الخرطوم وولع العطبرة وبمدينته عطبرة وعشقه الدائم لها منعه من السفر، وظلت علاقتهما مستمرة امتداد السكة حديد وامتداد الوطن وامتدادا للفن والشجن الجميل. غنى العطبراوي للعديد من الشعراء منهم محمد عثمان عبد الرحيم وشمس الدين حسن خليفة وحسب الباري سليمان وتاج السر عباس وغيره، وقد أكسب كلماتهم العذبة عذوبة وشجن وطرب.
المذلل ترك لي عمري الآلام والمذلة. حبيبي سافر يا ناس وتعبوا الله القلبي وعقلي فكري مني خلاني تا
والإنسان. الليلة وين فاتحين عليا سافر لساني، الليلة وين فاتحين عليا سافر لساني، الليلة وين فاتحين عليا سافر لساني، الليلة وين فاتحين عليا سافر لساني. مسيرة حياة لهذا الفنان الرائع الذي خلد الكثير من الإبداعات الفنية في مسيرته، وبعد رحيله حنواصل حديثنا عن هذه المسيرة لكن بعد الفاصل القصير. قاد الفنان حسن خليفة النضال في مدينة عطبرة ضد المستعمر، وشارك في ثورة النقابات، وغنى يا غريب يلا لبلدك أمام المفتش الإنجليزي بالدامر، فكانت سببا وراء محاكمته والحكم عليه بالسجن لسنوات، ولكن تحولت بعد تدخل أعيان عطبرة إلى عدة شهور قضاها بسجن عطبرة، وخرج بعدها لمواصلة ركب الكفاح ضد المستعمر. كان مؤمنا بدور الفنان في قيادة مجتمعه نحو الحرية والتقدم والحياة المثلى، لذلك كان العطبراوي رغم وجوده في مدينة العطبرة رمزا للنضال وللوطن لشعب كامل. وحسن خليفة العطبراوي يمكن أشهر أغنياته عن السوداني اللي أصبحت يمكن شعار، يعني ليس في إطار داخل الوطن بل في الخارج أيضا، كل الملحقيات الثقافية والسفارات والجاليات تتغنى بأغانيه أو بأغنيته أنا سوداني وعزيز أنت، يعني يا وطني العزيز، وعدد كبير جدا جدا، وخاصة أنه هو يعني تناول الأغنيات بتاعته في جوانب مختلفة، يعني اختار الكلمة الصادقة باللغة العربية الفصحى، واختار الكلمة باللغة العامية المفهومة الأقرب إلى الفصحى، لذلك يعني لا نستطيع أن نحيط أو نتحدث عنه في عجالة، لأنه هذا الرجل يعتبر يعني زول كبير جدا جدا، والألحان بتاعته ألحان بسيطة يتغنى بها كل الناس. حديث عن الفنان الكبير القامة حسن خليفة العطبراوي قد يطول، وأنا يمكن مجيها لأقدر أتكلم عنه باعتباري أنا يعني عاصرته بدري يعني، لكن يعني ما قعدت كثير في عطبرة. حسن خليفة العطبراوي في قلبي كل عطبراوي، وكان مربوط بهذه المدينة يعني أن كانت مدينة الحديد والنار وما زالت، والعمال والصفارة بتاعت القطر. حسن خليفة هو التاريخ بالنسبة لهذه المنطقة، حسن خليفة هو الحادي الركب في مسيرته الفنية، لأنه أول فنان يظهر فنان حديث من عهد قديم، منذ أن كان السودان مستعمرا كان هذا الرجل يناضل ويناضل بالكلمة ويناضل بالغناء، ولنا حيد ولا لن يكون، والدرر الفياضة من أغنياتي في العسى ضاع السنين لسان حبيبنا.
مسافر نوح باغي شالا ليل الخوة ما قدر عشانا حبيبنا ما منظور سالا ما نسافر Oh,
تغنى وعشق الوطن جل ألحانه كانت للوطن. العبراي هو بقامة خليل فرح وكل الذين قاوموا الاستعمار، حيث أنه بالكلمة واللحن استطاع أن يؤثر تأثير واضح ووضع أعمال كبيرة وعميقة جدا عن الوطن، وهي لها أثر أو يعني تركت أثر كبير جدا أو موروث ثقافي في مكتبة الأغنية السودانية. والعبراوي تغنى للجلاء، تغنى للسودان أنا سوداني، تغنى مرحبتين بلدنا حبابة، تغنى بأعمال هي الآن أصبحت موروث ثقافي لكل الشعب، كل الشعب السوداني. المجال الصوتي، الأداء الصوتي بالنسبة لحسن خليفة العبراوي أداء سهل الممتنع، إنه يتغنى بمقامات وسلالم مقبولة بالنسبة للناس، يستطيع الصغير والكبير والمرأة والرجل كلهم يتغنوا بها. لذلك هذه كانت إحدى عناصر مهمة جدا جدا في نجاح أغنياته الوطنية. لما نجي نشوف الأغنيات العاطفية أيضا قدم تجربة مهمة جدا وتجربة ثرة وغنية من الألحان المتنوعة برضو السهلة. لما نجي نشوف التنفيذ الموسيقي نجد أنه الموسيقيين دائما يعني بيكونوا مرتاحين جدا وسعيدين بأنهم يعملوا مع حسن خليفة في عطبراوي. فحقيقة هو شرف للسودان وشرف لمدينة عطبرة، يعني بلد الحديد والنار زي ما بيقولوا. دي يعني انك توري انه الوالد يعني كان والد مميز يعني من دون الاباء. الوالد عليه رحمة الله برضو كان عنده علاقات طيبة مع الاهل ومع الجيران، وحتى انه كنا في حي الحي القديمة اللي هو اتولد فيه والوالد وتولدنا فيه ونحن، كان علاقاته مميزة. وانتقلنا للحي الجديد برضو نفس النمط ونفس الاحساس ونفس الشعور.
يعني هو ما تغير، هو نفس بنفس بنفس حاجاته وبنفس خصائصه وبنفس صفاته. برضو عنده علاقات بالأهل والأصدقاء والجيران في الحي الجديد، وكان يعني بالنسبة للأهل كان بيسأل عنهم، بيسأل عن أحوالهم، بيساعدهم. وحتى يعني نحن أيام الوفاة بتاعت الوالد عليه رحمة الله حضرت إحدى النساء وكانت بتبكي كده ببكاء حار، يعني حتى يعني ملفت. ولما بعد يوم يومين احنا سألنا منو هي دي الخالة دي، من يعني احنا كنا مفتكرين واحدة من الأغارب. عرفنا انه الوالد كان يعني يعني زي بيكفي الأولاد، وهو يعني في كثير من الأسر ظهرت انه هو بيكفيلها. يعني يمكن دي من الحياة اللي احنا كنا ما بنعرف عن الوالد الا بعد وفاته. يعني الوالد الحياة الثانية انه حتى في مشوار حياته ما اعتمد على الفن كمكسب او كمادة، كان بيشتغل. يعني كان الوالد اشتغل جزار، وحتى كان بيقول انه انا في الصبح جزار املك ساطور وفرار، وفي الليل فنان املك اوتار وانغام. وبرضه اشتغل كان في شركه بتاع تصنيع الزراير، وبرضه اشتغل طبيب نايم ممرض في مستشفى عبره. وطبعا هنا يستظهر لنا يعني التمريض مرتبط بالاحساس وبالشعور وبالمرونه يعني داير الانسان برضه يكون انسان بصفات خاصه. نحن من نفد حمر الأرض حيثما قطنوا، يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترنوا، حكموا العدل في الورى زمننا تراها لأعودنا رتد الدهر حسن سيرتهم ما بها حقبة ولا نزعوا لا ليظلموا أحدا لا ولا لقلبهم. الوالد عليه رحمة الله لما يخش السوق زي الملك، يعني كل زول بيغى عليه التحية وهو بيسلم عليهم برد التحية. دي الحاجة اللي خلت انه الوالد زي يقعد في عبرة، وانه رغم الاغراءات اللي قدمت له من عشان هو يقعد في الخرطوم رفض. الله يرحمه ويغفر له، وبحيي اسرته في عبرة وبيقول لهم كل عام وانتم بخير. نترحم عليه ونتمنى انه يعني ربنا يرحمه بقدر ما قدم لهذا الوطن وبقدر ما وضع من البصمات القوية جدا والراسخة في وجدان الشعب السوداني. وهو اللي كان واحد من الناس اللي عانى معاناة كبيرة جدا جدا في سبيل تقديم هذه التجربة، وكان إنسان ثابت وفنان ثابت أثبت وجوده وأثبت تجربته من خلال الإصرار ومن خلال العصامية التي قدمها بالنسبة للفن السوداني. كان صوت العبراوي وهو يصدح شجنا وحنينا ووطنيا، وصوت الفنان القومي والإنسان السوداني البسيط العاشق لمدينته والمليء بحب الناس وتقديره. أنا سوداني
نتمنى جماله لنرى في عشه الزمن خير هذه الدماء نبذلها كالفداء حين ينتحر بسخاء بجرأة بقوة بسخاء بجرأة لا يني جهدها ولا تهنوا تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تبتزل أنا سوداني أنا سوداني أنا أيها الناس أيها الناس نحن من نفر نعمر الأرض حيثما خطروا يذكر المجد كل ما ذكروا وهو يعتز حين يقترن حكموا العدل في الورى زمنا ناطرا يعود ذا الزمن ردد الدهر حسن سيرتي لا بها خطة ولا درن نزحوا لا ليظلموا أحدا ولا لاضطهاد من أمنوا وكسروا في صدورهم تتنزل أصلها كرم وإلى العرب تنصب الفطن أيقظ الدهر بينهم فتنا ولكم أفنت الورى الفتن أنا سوداني أنا سوداني أنا يا بلاد 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 يا بلاد يا بلادا حوت مآسرنا حيضها فجر النيل في أباطحها يكفل العيش وهي تحتضن رغصت تلك الرياض له وتسمت غصونها اللدن وتغنى هزارها فرحا كعشوم حدا به الشجر به الشجر أفل الشيب والشباب معا وبتقديسه الغنين حفل الشيب والشباب معا وبتقديسه الغنين نحن للروح للسودان فداء فلتدم أنت أيها الوطن